صراحة يعني يعني أنا يدي كبيرة ترى ما يدي صغيرة يعني سوري شو قد يعرض الرفرف غير إنه الألماني أصلاً كفراته بتكون داخل مو زي الأمريكي الأمريكي دائماً كفراته طالع على برا الألماني دائماً عشان يحافظوا على خط الإنسيابية ثلاثة أربعة الكفر جوا عشان السيارة تكون كلها زي اللي لابسة زي اللي لابسة تنورة عشان كده هذا يسموه سايد سكيرت يسموه تنانير جانبية تنورة جانبية وبتكون كله يكون ملموم جوا فعشان السيابية فلاحظوا يعني كمية العرض الإضافي اللي حاطينه السيارة السيارة عرضها ترى 2 متر 2 متر شيء تقريبا من ورا إذا أخذتها من النقطة هذه للنقطة هذه إذا رجعت لورا عشان تبان أوضح يعني إذا أخذتها من هنا لغاية هنا ترى السيارة عريضة جدا ما هي عريضة بالقليل طبعا السبويلر اللي تحت عشان توزيع الهواء يطلعوا السبويلر اللي فوق السيارة ما بتلعب ومع ذلك مع قوة الماكينة وقوة العزم اللي أنا شفته في السيارة دي السيارة كانت خليني أقول يعني الكفرات والدفرنس الخلفي كان بيعاني إنه يثبت كمية العزم وكمية الأحصنة هذه على الأسفلت فعشان الكفرات دي تثبت السيارة بصراحة يبغى لها تكون ماشي يعني أعتقد أحلى شيء في السيارة دي الواحد يمشي على سرعة 120 كيلو 90 110 120 كيلو وديها دعسة بنزين لين 320 كيلومتر الساعة وهي مستريعة قومت الأرض 3 ثواني 8 من 10 أنا استغربت على السيارة دي قلت يعني طبعا سوبر احنا بنتكلم على السيارة سوبر قلت يمكن المفروض تكون أسرع من كده بس فهمت ليش 3 ثواني 8 من 10 عشان تعافر وتمسك الاسفلت تمسك الكفرات والاسفلت هذا اللي بأخر السيارة ببطئها لكن السيارة يعني أقل ما يقال فيها أنها صاروخ أرض 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 جو يعني وحش فعلا لما يقولوا سبيس هذه السيارة سبيس طبعا عندنا هنا واضح التبريد الإضافي تبريد إضافي تبريد أنا حاطط ياتي هنا فوق الماكينة الهواء الهواء هو الهواء بيطلع بقوة السبويلرات تحت واطية عشان تدي السيارة رساوة على سرعة 320 كيلو بأقصى سرعة ممكنة تكون السيارة راسية ثابتة بالأرض فتحات التبريد الكبيرة دي كلها عشان الانتر كولرز يكون أوضح وأبرد بكثير الهواء فيها الجسم كله ماشي كيف يعني منحوت نحت كده من قدام لورا قدام
شنطه الاسئله العاديه الصغيره، سهل عمليه جدا، شنطه صغيره اللي بياخذ سهله زي دي، يعني اقصى شيء حيحطه هنا شنطه يد، لابتوب، شنطه الجولف رايح يلعب جولف حتحط هنا، اقصى من كده يعني ما في شيء ثاني، لانه هذه السياره معموله للاستمتاع بالسرعه وبالعزم والرياضه. هذه الكراسي الداخليه واضح تماما كيف وزنها خفيف، ما فيش الكنتاره جلد، وبعدين واضح من هنا من ورا كاربون فايبر، ما في شيء وما في وزن، السياره كرسي جدا خفيف جدا، اتحرك باليد عشان اوفر كل الاماكن اللي ممكن يوفروا فيها وزن، وفروا فيها وزن من حشيه الابواب، كاربون فايبر، وزن خفيف جدا، يدوب درج صغير، ما في شيء كهرباء، ما كله يدوي عشان يوفر الوزن. الحاجه يمكن الكهرباء الصغيره جدا هنا، كل الميكانيزم حق تحريك السقف وتنزيله للشنطه وفروا فيه حوالي 200 كيلو لغوها، السقف ثابت ما يتحرك ما يتوتر. شوف قديش الكاليبرات، هنا حوالي 6 كاليبرات من قدام اللي حقت الفرامل، وهنا 4 ورا، شوف قديش حجمها. وبعدين جايه كروس دريلد اللي هي مخرمه بالعرض وسلوتد، هذا يسموه سلوتينج، وهذا كروس دريلينج، هذا تخريم بالعرض، وهذا اللي هو السلوتينج زي الحفره او الخدود. شوف قديش هنا حجم الكاليبرات، واضح انه الفرامل معموله من ثلاثه قطع، هذه قطعه وهنا قطعه ثانيه اللي في النص، وهذه قطعه ثالثه اللي ماسكه هنا، فالفرامل لما تكون معموله من ثلاثه قطع يعني غير انها اغلى ما يمكن في الفرامل، لكنها اقوى ما يمكن في الفرامل. الجنوط معموله من مغنيسيوم تيتانيوم، وزن خفيف جدا. هذا مقاس الكفر 325 على 30 زد ار، زد ار لسرعة تستحمل من 240 الكفرات لغايه 330 كيلو في الساعه، و20 مقاس الجنط. تريد وير 240 تراكشن اي اي وتمبريتشر اي، الكفرات هذه تستحمل الحراره اي اعلى، التراكشن اللي هو التماسك في الارض اعلى شيء، وتريد وير معامله الاحتراق حق الكفر 240. كفرات دونلوب، الكفر ورا مقاس 20 بس قدام مقاس 19 غلطان، اهو بالضبط 295 35 19، فالجنط قدام 19 ورا 20. 19 احيانا يعملوا الفكره يعملوا الجنط اخف واصغر عشان يدي السياره في الملفات اسرع، كانه يقص الملف فيخش فيه اسرع، والكفر من ورا اعرض واكبر فيدير الساو اكثر وهي داخل السياره من ورا. فالنص القداماني، النص القداماني للسياره بيخش كده بسرعه، والنص الخلفي اثقل فيخش برساو اكثر. واضح قد ايه حجم الكاليبرات، يعني يدي ما يعرف يجيب الكاليبر من قدام. عداد السياره 360 كم في الساعه بس مثبت على 320 كم، يعني اعتقد حجم الديسكات الفرامل كفيل جدا لإقناع أي شخص إنه كمية الأحصنة اللي موجودة هنا اللي محتاجة فرملة ورساو في الطريق. وفي النهاية حابب أكرر شكري لفوزي، حابب أكرر شكري لفوزي ثاني مرة على فوزي الكل على يعني تسليفنا السيارة هذه نجربها اليوم، إن شاء الله التجارب تانية كتير قدام. شكرا لكم.